وسهلا بكل الناس اللي انضمت لمتابعتنا فقرتنا الثانية عن يمكن ما اقدر اقول هوس، لكن هو هوس يعني بقى مسيطر على فئة كبيرة جدا من الفتيات والنساء في الآونة الأخيرة، هوس عمليات التجميل، محاولات الوصول إلى الكمال وإلى الشكل المثالي، وإن أي واحدة دايرة تحس إنه أي ديفو أو أي حاجة في جسمها ما عجباها هي في مكان الصحيح، محاولات ترميم وتعديل. في ناس بتقبلوا الموضوع ده وبحسوا إنه من الجيد إنك تكون متصالحة على نفسك مع نفسك ومتقبلة شكلك كذلك، وفي ناس بيقولوا إنه لأ، الحاجة دي عندها مخاطر وعندها بتوديك لحتات تانية أنت في غنى عنها. يعني الحديث عن الموضوع ده أكتر عشان نعرف إذا في مخاطر ولا لأ وفوائده ومداره بكل صراحة أكيد من داخل الاستوديو معانا الدكتور طلال جرجان. اهلا بك، مساء الخير عليك. مساء الخير، بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم ونحيي قناة البلد ونحييكم في برنامج في حضرة المساء، ومرحب بكم، شكرا جزيلا، كتر خيركم. مرحب بك يا دكتور طلال، حبايب بيناتنا، مساء الخير عليك مرة ثانية. وانا وملاط غايته سألنا اسئلة كثيرة جدا تحت الهواء، لكن حنحاول انه احنا نرجع نسأل نفس الاسئلة عشان كل الناس اللي بيتابعونا يستفيدوا ويعرفوا كل التفاصيل اللي هم حابين يعرفوها. استشاري جراحة التجميل، احنا للأسف الشديد في السودان عندنا بين قوسين جراحة التجميل، ما بين مخاطر ومخاوف وما بين انه هي ممكن تكون ما عندها اي اضرار او ما عندها اي اثار. ففي البداية خلينا يعني نحن ذاتنا كده بصورة عامة نعرف عمليات التجميل وتكميم المعدة ومخاطر وغيره، تفضل. طيب، بسم الله. جراحة التجميل دي هي من الجراحات القديمة جدا، يعني بدأ الناس بدري. نعم. بدايتها بدأت في شكل ترميم للأجزاء المفقودة، الناس اللي بتوقع عليهم عقوبات زمان، بعض الهنود الزول اللي بيسرق يقطعوا أنفه أو يقطعوا أذنه، فالمريض زي ده بيمشي بيحاول إنه يعوض الجزء المفقود. فدي البدايات بتاع جراحة التجميل، حتى الفراعنة عندهم شغل كتير في الأنف وكده في عمليات التجميل. في الفترة الأخيرة جراحة التجميل حصل فيها تطور شديد جدا من الثمانينات واللي جاي، فبقت فيها دخلت فيها كمية من التقنيات الحديثة، وبدت فيها تتدخل بعض الجراحات وبعض التدخلات اللي هي بتدي لنتائج بتكون افضل وبتحسس الانسان بصيغه افضل للانسان وكده. لكن اي حاجه اسمها الجراحه دي معناها فيها مخاطر. اي حاجه بتكون فيها جراحه دي فيها مخاطر. المخاطر بتختلف من عمليه لعمليه ومن تدخل لتدخل. التدخلات البسيطه اللي بتتعمل بشكل حقن وكده بتكون مخاطر اقل، التدخلات اللي بتكون بالمشرط او بالعمليات دي بتكون فيها المخاطر شوية أعلى وبتتطلب وقت لحد ما الإنسان يتشافى. المخاطر اللي ممكن تكون واضحة للإنسان حاليا أو المخاطر الأكثر انتشارا ممكن تكون شنو؟ طيب، هي طبعا بتختلف من عملية لعملية. احنا مثلا كل عملية عندنا لها مخاطر مختلفة. مثلا عمليات شفط الدهون، يعني المريض لما يجيني انه داير يعمل يشفط للدهون، عندنا حاجة كده فيها زي 7 ورقات مكتوب عن العملية والمخاطر اللي فيها والمشاكل فيها. كل عملية عندها العمليات النوعية دي عندها مشاكل معينة المريض لازم يعرفها. يعني مثلا أي عملية بيتعامل بنوع معين من البنج، من البنج، البنج عنده شوية مضاعفات بنذكرها للمريض. معظم عمليات التجميل اللي هي التحدي بتكون ببنج النصفي، البنج النصفي شوية مخاطره بسيطة، ممكن لو في الأخصائيين بتاع التخدير هم يفيدونا أكثر. ما يخص العملية بتاعتنا، احنا في بعض الناس بيفتكروا إنه الدهون دي يعني زول بيشفطها كده وطوالي المريض من غرفة العملية بيمشي طوالي والنتيجة طوالي تظهر وقت. أيوة. الحكاية أبدا ما كده. يعني العمليات دي بتتطلب وقت للاستشفاء، يعني المريض بيربط في المستشفى مثلا 6 ساعات، بيكون مرات مركب الليدرين خراطيش، بيمشي البيت، بيجي تاني يوم بتفك الخراطيش دي، بيلبس حزام، بيكون لسه في ألم، حركته فيها مشكلة. العمليات دي عشان المريض يرجع للوضع ما قبل العمليه مره بيحتاج لي شهر ونص، مرات لحد شهرين عشان يرجع لوضع ما قبل العمليه اللي هو، ولسه بكون في شويه يعني يرجع ل 90% الى ما وضعه ما قبل العمليه. هي في المدى الطويل نتائجها كويسه لو المريض متفهم من البدايه اللي هو الحاجه الداخل عليها. واحده زي ما قلت لك وانا عيد الكلام ده، انه بتخيلوا انه عمليه شفط الدهون دي نكته الدهون دي بس زي اللي بشفاط كده حتشفطها وطوالي من غرفة العملية هو المريض تبقى كويسة وكده، أبدا الحكاية معك، الحكاية عندها حاجات وعندها مخاطر متطلبة إنه هو يعرفها المريض. طيب، هل في فرق ما بين شفط الدهون وعملية تكميم للمعدة ولا؟ أيوة. فرق كبير شديد، وهم تخصصين مختلفين. يعني شفط الدهون دي يخش في تخصص جراحة التجميل، أما عملية قص المعدة دي جراحة اسمها جراحات السمنة، اللي هم الناس اللي عندهم السمنة ديل عندهم تدخلات معينة بيقيسوا وزن الإنسان حسب الطول بتاعه على وزنه، بيطلعوا حاجة اسمها البودي ماس اندكس اللي هو معدل الطول للوزن. لو لقوا المعدل ده عالي ممكن يخشوا في تدخلات.
التدخلات طبعا بتختلف، في تدخلات جراحيه وفي تدخلات بالادويه. احنا حتى المريض لما نجينا احيانا لشفط الدهون بالذات للبطن عندنا مرات بنقعد مع المريض بنوريه نقول يا اخي انت عندك في دهون داخليه وفي دهون خارجيه وممكن احنا نحسبها وممكن حتى نقيسها بالاشعه المقطعيه تورينا الدهون الداخليه دي قدر شنو والخارجيه دي قدر شنو، حتى بعد ذاك نقدر عشان النتيجه المتخيله المريض ما قبل العمليه. معظم المرضى ديل بيجوا بكون خدت له صوره معينه. صحيح. انا هدفي بكون انه اعرف صورته دي شنو. اذا قدرت اصل له هو خدت في باله الصوره شنو انا ممكن هو نتواصل. في بعض المرضى احيانا بكون خدت الصوره هو ما بوريك لها قدر ما تساله وقدر ما تحاول معاه هو بكون خدت حاجه معينه لكن ما قادر يوصل لك الحاجه دي. فدي برضه دايره شويه مننا احنا نقعد معاه اكثر عشان نقدر نتفهم الصوره اللي هو متخيلها. طيب في عمليات تكميم المعدة تحديدا او عمليات شفط الدهون الاثنين دول هم الاكثر انتشارا حاليا صحيح؟ طيب شفط الدهون ده هو اكثر انتشارا، احنا مايلين في التجميل شفط الدهون ده. تكميم المعدة دي عند جراحات السمنة يعني هسه عند بيجي تخصص غير تخصص تخصص غير تخصصنا. نعم احنا متخصص اكثر حاجة في شفط الدهون ولغل الدهون وفي بعض عمليات التجميل الثانية في الوجه والانف. طيب جميل. في 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 شفط الدهون تحديدا ما قبل العملية في اجراءات معينة في تفاصيل معينة المفروض يقوم بها المريض؟ أيوة. في حاجة على المدى الطويل مثلا قبل شهر يكون ملتزم بنظام غذائي وما الى ذلك ولا ما في؟ في حاجات عندنا مهمة شديدة اللي هي العوامل اللي بتزيد لنا مخاطر المضاعفات اللي هو المريض بتاع السكري ده محتاج جدا انه نعمل له التراكم والتراكم بتاعه يكون مظبوط. المريض للاسف الشديد واحده برضه من حياته مهمه شديد اللي هم الناس المدخنين. التدخين ده عدو جدا لعمليات التجميل عدو شديد. فلازم المدخن ده يتوقف عن التدخين مده 4 إلى 6 أسابيع واحيانا بنقيس نسبه الكوتينين في الدم بتاعه. للاسف الشديد الفحص ده قدر ما حاولنا هنا في السودان نفتشه ما قدرنا نتحصل عليه بطريقه بروبر كده. فاتمنى انه ان شاء الله الايام القادمه ممكن نقدر نتحصل عليه لانه هو ده بيغينا من حاجات. لو النسبه كانت عاليه احنا بنوقف ما بنقدر نعمل عمليات التجميل. الحاجه الثالثه طبعا مع الحميل وكده كل التدخلات بتاعت التجميل حتى الفيلر روبوتوكس ما بنعملها. احيانا المريض اللي عنده مشاكل مناعيه مهمه جدا نعرفه، اللي عندهم مشاكل مع التخدير برضه مهم اني جدا نعرفها عشان نقدر ان نتعالج معاه. جميل. طيب دكتور طلال بس لفت انتباهي من خلال حديثك او كلامك انه في عمليات التجميل شفط للدهون عشان نحن نقدر نوزع الدهون دي في حته تانية. يمكن دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تلفت انتباه البنات كله، ما هو بقى هوس عند البنات انه هم يخصصوا او يسمنوا اجزاء معينه جدا وينحفوا اجزاء معينه جدا. هل الحاجه دي ممكن تكون فيها خطوره او في اثار سلبيه او غير؟ طيب سؤال جيد جدا. فعلا النقل الدهون فيه برضه المضاعفات بتزيد، يعني شفت الدهون عنده مضاعفات، لما انا انقل الدهون برضه عندها مضاعفات، فانا بقعد مع المريض بشرح له انك يا اخي انت ما تفكر فيها انه انا الدهون دي بدل ارميها احسن احقنها، لو ما انت فعلا محتاج للدهون دي في سيرتين ارياز في مناطق معينه ما في داعي ان احقنها لك، لانه الحقن فيه مشاكل. اول حاجه الحقن ده واحده من المشاكل بتاعته انه ما كل الكميه المحقونه او المزروعه بتعيش. في الغالب تلتين بعيش وتلت بدوب، دي شيء في كل العالم. لان انا بشيل الدهون دي ميته بزرعها زي الزراعه، الزراعه دي لما تزرعها سيبها كلها بتقوم. صحيح. الحاجه الثانيه لو الانسان او المريض ده كان عنده مشكله بتاع التدخين او سكري او مشاكل مناعيه احيانا بيحصل لفظ للدهون دي او احيانا بتلتهب. فدي برضه ممكن تدخل الزول في مشاكل. لكن الناس اللي بنحقن لهم دهون بنحطهم في رجيم معين بنديهم ادويه لفتره معينه. الحاجه الثالثه والمهمه انه الدهون وعلاقتها بالكونتور. الدهون دي هي ممكن تزيد الكونتور العام لكن ما بتقدر تعمل بروز زياده، بتعتمد على مطاوعات الجلد والترويه الدمويه بتاعت المنطقه لانها هي حاجه صفت هشه ما بتقدر. يعني واحده من المشاكل بتاعتنا انه في ناس بيجيبوا لي صور يقول احنا عايزين مثلا نحقن عند عضله نايمه دارك تقوم لي العضله دي بحجم معين، ولما نيجي نكشف على المريض نكتشف انه عنده هو ذاته الجلد بتاعه جلد يعني مشدود. فلو حقنا دهون في المنطقه دي ما حتديه النتيجه اللي هو عايزها. في حلول للحاجه دي، ايوه ممكن نعمل له سيليكون وكده، لكن برضه دي واحده من الحاجات المهمه انه الدهون هي بتغير الشكل، لكن تغيير بتاع الشكل بتاعها مربوط باشياء معينه لها علاقه بالمريض هو شخصيا. الاشياء المعينه بتتعرف قبل العمليه ولا النتيجه بعد ذاك بعد العمليه حتنتصر؟ لا بتتعرف قبل العمليه انه بنوريه انه يا اخي الدهون دي ما حتديك الشكل اللي انت عايزه. لكن السوداني عندهم مشكله مع السيليكون، هم ما بيحبوا السيليكون. اي صح السيليكون عنده مضار وكده، لكن في امريكا في السنه بتعمل 2 مليون عمليه. فاي يعني هو فيه مضار فعلا السيليكون كده، لكن هم السودانيين عموما معظم السودانيين والسودانيات ما بيحبوا السيليكون ده اطلاقا. انه يتعمل لهم بيقول لي خلاص بس الشكل اللي بتجيبه تعملوا لنا. برضه واحده من الاشياء انه في اول العمليه احنا بنوري المريض انه تلت الدهون بدوب، في اول العمليه بيكون البروز واضح، اول ما يحصل انه التلت ده
يدوب المريض بيحس انه يا اخي ما نفس النتيجه اللي هو كان دايما عايزه. هو يعني خدع بالمسار الاول، برغم انه من البدايه هو عارف انه الدهون دي هتتحقن، تليته هيدوب، تلتين هيقعد. حتى ولو حصل مثلا احيانا في بعض الناس عندهم مشاكل شويه انه نسبه الدهون اللي فوق دي اكثر من التلت، عندنا معالجات اللي هي بنديها مرات برضه البلازما، بنديها مرات عوامل بتاعت النمو، بنشتغل لهم باجهزه تزيد الترويه الدمويه عشان الحكايه شويه تدي نتيجه افضل كده. لكن يا دكتور طلال بامانه كده، هل حاليا انه نحن طبعا عارفين انه العمليات التجميليه دائما بيقوموا بها البنات بنسب كبيره اكثر من الشباب، لكن حاليا وفي الفتره الاخيره ونحن كلنا ملاحظين ومتابعين نسبه البنات ونسبه العمليات الحاليه الجراحيه التجميليه، هل هي زايده ولا ممكن يكون ده عباره عن هوس بس موجود في مواقع التواصل الاجتماعي وغيره؟ والله هي زايده، وطبعا السودان يمكن واحده من الحاجات انه اللي هي المثال، يعني مثلا زول بيعرف زول عمل عمليه شاف النتيجه، النتيجه عجبته بيجي هو بيعمل عمليه عشان يعملها. العمليات دي عندها طبعا تاثير نفسي كبير جدا على المريض بعد العمليه، انه والله يا اخي شكله تغير، انه هو زمان كان من البيت يقوم عنده كرش ماشي بكرش، لبسه بيلبس هدوم لما يمشي مناسبه، لما في شغله، فالحكايه 24 ساعه هو بيكون عنده هاجس من الشكل ده، لما الحكايه دي تروح ويبقى شكله حاسس انه شكله بقى شكل اجمل وكده، فثقته بنفسه، وبالتالي الاستريس والضغوطات بتروح، حتى هو اداؤه في عمله، في ناس كتار بيجي بيشكرونه بعد ذاك انه حتى اداؤهم في عملهم، حتى هم ثقتهم في نفسهم، حياتهم بقت اكثر اشراقا، مشت بطريقه افضل. جميل. اتحدثت عن السيليكون، عن انه الناس في السودان بيفتكروا انه فيه مدار كثيره جدا، كلمني عن الجانب بتاع الفوائد ومدار السيليكون ممكن تكون شنو؟ طيب السيليكون واحده من فوائده انه احنا هو بيجي ككوره حسب الحجم اللي احنا عايزينه، بعد ما نقعد برضه مع المريض بنشرحها له بيخط، يعني مثلا حجم في الغالب يعني اقدر اقول 80 90% الحجم اللي عايزه المريض ممكن نحطه له في السيليكون. طيب السيليكون واحده من مشاكله انه هو جسم غريب. يعني في النهايه انت لازم تطلعه بعد 15 20 سنه، لازم المريض يطلعه، ممكن بعد ما يطلعه يستبدله بسيليكون ثاني، ممكن بعد ما يطلعه يحقن دهون في المنطقه لانه المنطقه بتكون بقت توسعت وكده والترويه الدمويه بتاعتها اتصلحت. المشاكل الثانيه فيه نسبه بسيطه 0.01%، يعني اقل من 1% 0.01% ممكن يعمل ارتباط بنوع معين من السرطانات تي سيل ليمفوما، فدي يمكن بس مين بنقول للمريض 0.01% وطوالي بيهرب من السيليكون ده هروب. نحن يا دكتور حنكون متواصلين في الجزئيه بتاعت السيليكون دي لكن بعد الفاصل. بكم تاني كل الناس اللي انضمت لمتابعتنا، طبعا عرفت انه الحسن هرب من نجوى ليه ودي اخر حلقه ليه معاها. هسه بقول قدام كل المشاهدين ما ترى ما هشتغل معك داخل حلقه، لكن لسه متواصلين مع دكتور طلال جرجندي في حوارنا. طبعا ما تنتبه للمناكفات اللي بيني وبين نجوى، نرجع لحوارنا. كنا بنتكلم عن السيليكون، المخاطر والمدار، بس هي النسبة المئوية البسيطة بتاعت الحاجة السرطانية دي ولا في أسباب تانية؟ والله دي أكثر حاجة، إنه 0.001% بيعمل السرطان، بقول لك في ناس بيفتكروا إنه يعني هو بعد فترة حيضطر يطلعه. يعني بقول لهم يا أخي في واحدين عمل لهم عملية كانوا سنجل، يتزوجوا وضعوا الأول وضعوا الثاني وضعوا الثالث، في ناس بيفتكروا إنه لو طلعوا الطيارة بينفجر، طبعاً دي كلها قصص. يعني ما قصص حقيقيه. هل في مؤشر لانه لازم يطلع من الجسم، يعني مثلا بعد 10 سنين لازم يطلع؟ في حاجات بتديك مؤشرات انه انت لازم تخلص منه. مؤشرات ايوه، زي مؤشرات احيانا بيتعمل حواليه زي غشاء اللي هي بسموها الكابسر الكونتراكشر، اللي هو بيعمل غشاء وبيبدا يتموج كده، فهو بس الشكل بتاع التمويج ده مرات بيعمل مشاكل للمريض، بحيث انه الشكل الخارجي بقى ما بقى بقى ما جيد، انه فيه تموجات فمحتاج انه يتغير، فبعد ذاك بيبقى الخيار انه انا بعد ما اطلعه ممكن ادخل سيليكون ثاني وممكن احقن دهون في المنطقه دي، فيجوز الخيارين. طيب دكتور طلال، كثير من الناس ممكن هي بتتساءل انه هي عايزه تعمل تكميم، هل في وزن معين بيحتاج لانه الشخص يرجع لعمليه تكميم ولا اي وزن ممكن يحتاج له؟ طبعا هو التكميم ده يمكن زملائنا ناس مستر حيدر ومساتر كتار بيشتغلوا في عمليات التكميم دي يفيدوك اكتر، لكن حسب انا ما اعلم انه العمليات دي هي عندها وزن معين، بعد ذاك احيانا بيكون غير الوزن في مشكله، مثلا في ناس عندهم ارتجاع مريء، فارتجاع المريء ده احيانا بيتطلب برضه بعد، احيانا بعض الناس عندهم مشاكل بتاع السكري، فالسكري بالذات من النوع الثاني كويس، ديل بعد ما تتعمل لهم عمليات التكميم قد ما يحتاجوا لادويه السكري، واحيانا في ناس بيكون عندهم ضغط برضه بيحصلوا انه بعد العمليات دي ما يحتاجوا حتى لادويه الضغط، فالحكايه دي هي باب كبير شديد، وعنده اللي هو الاسباب والدواعي بتاعه التدخل وما بعد العمليه كيف تقدر تحافظ، لانه اذا الانسان برضه ما حافظ
المعده تاني ممكن ترجع تتمدد بعد زمن طويل، والانسان يحصل له زياده في الوزن تاني. تمام. طيب سمعنا اكيد يعني عن حالات كثيره جدا بتاعت وفيات، سواء في عمليات التكميم وفي عمليات شفط الدهون العاديه دي. في ناس بيقولوا العمليه بسيطه وبتخش زي ما انت قلت 6 ساعات في المستشفى، ممكن بالكثير تاني يوم تطلع، وفي ناس للاسف فقدوا حياتهم بسبب هذه العمليات. ممكن المضاعفات اللي حصلت تكون شنو، او ممكن الاسباب اللي ادت للوفاه دي تكون شنو؟ طيب هي الاسباب بتبدا من التخدير، يعني مثلا في عمليات بتكون في الجزء العلوي تكون ببنج كامل، في عمليات بتكون في الجزء السفلي بتكون ببنج نصف. طيب لكن دي نسبه بسيطه. واحدة من الحاجات اللي هي مرات بتحصل مثلا جلطات، اللي هي دي نسبتها برضو نسبة بسيطة شديد، أقل من 0.1%، إنه تحصل جلطة وتمشي، ودي ممكن تؤدي إلى مشاكل. أحيانا في العمليات دي إذا كان معاه فتاقات بتحصل مشاكل، يعني أحيانا الشفط مع الفتاق ما قاعدين نعمله، لأنه الفتاق ممكن الأمعاء تكون قريبة وممكن مع الشفط يحصل فيها مشكلة وتنضرب بالعملية الشفط. صح. فدي واحدة من الحاجات المرات بتتعمل في حتات، وهي يعني الزول عنده فتاق ما قاعدين نعمل له عمليات بتاعت شفط، يلا عملية الفتاق دي هي مرات بتكون فيها مشاكل. واحدة من الإشكاليات برضو عمليات الشفط لكميات كبيرة. يعني في ناس بيمشوا برضو لبعض الدول المجاورة بيعملوا شفط ل 12 و15 لتر. اللي هي دي بتعرض حياة المريض لمشاكل. احنا اللي بنصله ده أقصى حاجة 5 لتر، اللي هي دي تعتبر اللي هو الشفط اللي هو المايل، اللي هو أقل كمية آمنة. يعني أكثر كمية بأمان أقل. اتمنى اني اكون شرحت، يعني مثلا هي دي اكثر امانا لحد 5 لتر، دي اكثر. اول ما يزيد من 5 6 لتر الامان بيبدا بيقل، بيبلى والدهون اكثر بكثير. الحل شنو؟ الحل انه عمليه شفط الدهون ممكن تتعامل الى ما لا نهايه. في بعض الناس بنقعد معاه انه بيقول لهم لا، البطن دي كبيره، في عمليه واحده ما بتتعمل الا نعمل مثلا على عمليتين او ثلاثه. نعمل عمليه اولى، ممكن نعمل عمليه ثانيه، وممكن نعمل ثالثه بعد فتره من الزمن. في ناس بنقول لهم من البدايه لا، ما بتنفع عمليه شفط الدهون، تمشي لتكميم المعده. وحتى في واحده مره زعلت مني، يعني قالت انه انا يعني رسلتها لتكميم المعده وهي جايه لشفط الدهون، هي اساسا تكميم المعده ده ما دايره، واصرت عليه. قلت لها يا اخي انت بوضعك ده ما حتستفيدي من العمليه. قالت لي انت اعملها. قلت لها لا، انا ما بعمل لحاجه انت ما تستفيدي منها. ايوه صح. دي واحده برضه من الحاجات المهمه شديد. جميل. طيب العمليه ذاتها في حد ذاتها ممكن تاخد كم من الساعات عمليه الشفط؟ في العاده حسب الكميه اللي بنسحبها تاخذ لها ساعتين لثلاثة ساعات. في بعض الناس طبعا يعني حتى البني ادمين سبحان الله بيختلفوا، يعني في ناس بيكون الدهون عندهم الطريقه السحبه بتكون اسهل، عندنا جهاز اسمه الايبوساوند وفي الفيزر ده بنستخدمه انه يكسر الدهون بعد ذاك نشفطها. فوجود الدهون مع الاغشيه والتليفات وكده دي احسب بيختلف من ذول من شخص للتاني. بعد ذاك حسب النتيجه المرجوه للمريض. في بعض الناس دايرين نوع معين بشفط معين بطريقه معينه، بنحت بشفط ظهور للظهر. في ناس بعد الشفط دايرين انه يحقنوا، دايرين البرازيليان باد ليفت، ديل برضه بيزيد زمن عمليه. في الغالب بتتراوح من ساعتين ثلاثه لحد 5 6 ساعات. بس المشكله انه في استجابه المريض للتعليمات بعد العمليه، يعني المريض بعد العمليه بالذات بعد ما نشفط بيكون في شويه جلد. الجلد ده الجهاز اللي بنستخدمه بيعمل شويه شد له، والمشد اللي بيلبسه الانسان بيعمل شويه شد له، بنطالب المريض انه يلتزم بالمشد ده. عدم الالتزام وممكن يعمل ارتخاء في الجلد، وده بعد فتره ممكن يحتاج لجلسات بجهاز وكده عشان الجلد يرجع لوضعه الطبيعي. الحزام برضه مهم شديد في انه ما يحصل له تجمع بتاع سوائل، لانه تجمع السوائل ممكن يعمل مشاكل. الحته ممكن الانسان المريض يحس انه بعد ما طلعنا الدرين ولبس المشد وفكاه انه بطنه كانه ما عمل شفط، ليه؟ لانها اتملت سوائل. عموما السوائل لو كانت بسيطه الجسم بيتصال، وبقت كميتها اكبر ممكن تتسحب حتى في العياده، او بموجات صوتيه ممكن تسحب السوائل المتجمعه تحت البطن. فمراعاه المريض للتعليمات ما بعد العمليه برضه مهمه، لانه واحده من الحاجات المهمه شديد عمليات التجميل دي ما زي باقي العمليات الثانيه. يعني مثلا المريض عمل عمليه زايده بعد اسبوع 10 بقى كويس خلاص ثاني ما عندوش. احنا لا، العمليه دي بتتطلب تغيير لنمط واسلوب حياتك في جزء اول لحد شهر ونص شهرين او 3 شهور، وفي جزء لحياتك ليه قدام. شمطنا لك بطنك، بنلبسك المشد من شهرين لثلاثة شهور، انت بتكون معانا لو جاير جلسات. بعد ذاك نظامك الغذائي، بعد ذاك في تمارين عشان تقدر تحافظ على النتيجة. فدي واحدة من الحاجات المهمة شديد. يمكن واحدة من الحاجات اللي ما اعرف انا اقول عنها هي ايجابية ولا سلبية، انها بعد شهر تبقى ادمان. يعني في بعض العيانات عملنا لهم 5 عمليات في مناطق مختلفة، تجيك للبطن حست بنتيجة كويسة، تجي لليدين حست بنتيجة كويسة، تجي للثدي، تجي للوش، بعد شوية تجيب امها، تجيب اختها، تجيب اختها الثانيه. حصلت يعني ممكن تكون الاسره كلها
لان هم بيشوفوا الحكايه دي والنتيجه هو غايته ما عارف انا اقول دي عنا شنو، لكن في يعني في بعض نحن بنحاكي بس اذا بشوف عمل بتعمل زيه طوالي مباشره. بعد ذاك التغيير طبعا بياثر على الناس، يعني مثلا في واحده انفصلت من خطيبه عملت عمليه رجع خطيبه حس انها بقت نيو بيرسون ورجعت له واموره مشت كويسه جدا جدا. حتى انا في كان عندنا واحد نسيبنا عنده صاحبه عنده خطيبته، فالمهم انفصل منها لاي سبب من الاسباب، فقام هو جاب يحكي نسيبنا ده قال لقى صاحبه ده قال له والله يا اخي خطيبتي دي جيت شفتها الليله يعني ما شاء الله اتغيرت تماما، مش الدكتور اسمه جيرجندي قال لي رجعت كانها شكلها الاول. فبرضه دي واحده من الحاجات اللي بتعمل تاثير ايجابي جدا على على المريض وعلى لكن دكتور يعني الرجال عشان العمليه ما الرجال عشان عنده مشكله في الموضوع. طبعا طبعا الرجال طبعا نظرتهم حسب الناس بيختلفوا، في حسي مثلا في بعض الفيميل ده يروح يقول لهم دهون في الساقين، يعتبر انه الساقين اهم حاجه في المراه. فبتختلف صراحه النظره. ايوه صح جميل. نحن شاكرين لك جدا دكتور طلال محمد جريجندي استشاري جراحه التجميل على المساحه الطيبه والمعلومات المفيده جدا، وشجعت ناس يعني انه يتواصلوا معك ويجوك المركز. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا كتر خيركم. شكرا لكم.